دشنت اليوم بصنعاء الحملة الثامنة للتبرع بالدم للجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية. هي الحملة الثامنة للتبرع بالدم خلال عام واحد فقط التي نظمتها وترعاها منظمة الصحة اليمنية. حملات متعددة غايتها توفير شريان الحياة للجرحى والمصابين لأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، بالإضافة إلى جرحى العدوان السعودي الغاشم. بكل تأكيد هذه رسالة واضحة لصمود الشعب اليمني، وكل ما نقدمه ليس إلا جزء يسير جدا من ما يقدمه أبطالنا من اللجان والجيش في مواقع الشرف والبطولة، وما نقوم به نحن ليس إلا دورا تكميليا لذلك. وبالنسبة للصمود نحن صامدون. التبرع اليوم بالدم، نعمل رسالة من خلال التبرع بالدم لجميع المواطنين ولجميع الموظفين المؤسسة العامة للاتصالات. هذه الحملة هي الحملة الثامنة من النزول الميداني في حملات للتبرع بالدم لجمع كمية من الدم المتبرع به من الأخوة المواطنين ميدانيا وتوريدها للمستشفيات إنقاذا لحياة الجرحى والمصابين جراء العدوان الغاشم على بلدنا. هذه الحملة كانت أقامتها منظمة الصحة اليمنية بالتعاون مع مؤسسة المصطفى أيضا ورعاة رسميون آخرون. أولا هنا يبدأ تسجيل المتبرع ببيانات أولية، نأخذ البطاقة الشخصية نكتب اسمه وفصيلة دمها الأولية لأنه يتم فحصها فحص تأكيدي في المختبر، أيضا مهنته، نأخذ معلومات أولية عن الحالة الصحية من ناحية الفطور، لازم أنه يكون قد تناول الفطور، لازم أيضا الأمراض اللي قد أصيبها سابقا، هناك موانع مثل الملاريا والتهاب الكبد والتيفوئيد. وبحسب المنظمين لحملة التبرع بالدم فقد كان الاندفاع كبيرا من قبل المواطنين وحرصهم على المشاركة كما في كل الحملات لنيل شرف الإسهام في الدفاع عن الوطن بأغلى ما يملكون. اليوم أشعر بالفخر أن أنا أشوف هذا الحشد الكبير من الشباب والتزاحم بشكل طوابير على المساهمة وتقديم الدعم بالمال والدم وفي كل شيء لإثبات أننا شعب متلاحم، شعب أخوي، شعب مصمم على الحياة، شعب يعشق الحياة، يعشق السلام، يعشق التآلف والمحبة فيما بينه. أتينا إلى هنا للتبرع بالدم للجيش واللجان الشعبية، ولنا الفخر والعزة لكي تختلط دماءنا بدماء هذه الأبطال في جبهة القتال، ونحن مستعدون للنزول والمشاركة في كل الجبهات تنديد امتدادا للنهج المقاوم في زمن جبن فيه الكثيرون، ونحن على استعداد كامل. ونشكر لجنة الحوار في الخارج على بذل الجهد من الكثير ورفعة رأس اليمنيين إلى السماء. أدعو كل اليمنيين للتبرع كأقل القليل للتبرع بالدم إذ لم نستطع الوصول إلى جبهات القتال. احنا جينا نتبرع بالدم للاخوه الجرحى والمجاهدين، وهذه الرساله لآل سعود بان احنا مستعدين للتبرع بالدم وبالانفس وبالاولاد لاجل اليمن الغالي. هذا وتعاني المستشفيات والمراكز الصحيه عجزا كبيرا في مخزون الدم اللازم للجرحى الذين استهدفهم قارات العدوان السعودي او تصيبهم طلقات المرتزقه الذين لم يتوقفوا حتى اللحظه عن أعمالهم الإجرامية رغم إعلان الهدنة.